الآن معنا أيضا من القاهرة ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية. أستاذ ضياء، أهلا بك على شاشة القاهرة الإخبارية. هذه الادعاءات الإسرائيلية حول معبر رفح وإقحام اسم مصر في هذه المحاكمة، ما الذي تحاول إسرائيل أن تفعله أو أن تصل إليه؟ مساء الخير على حضراتكم. والحقيقة في البداية الدوافع، كما تحدثت وكما سألت حضرتك، هناك تفرقة بين أمرين. ما هي دوافع إسرائيل الحديث بهذه الطريقة أمام محكمة العدل الدولية الآن، وما هي حقيقة ما ذكرته إسرائيل؟ الدوافع كما ذكرتم هي واضحة، هي سياسة الهروب إلى الأمام. إسرائيل مرتبكة ارتباكا شديدا منذ الأمس. المسؤولون الإسرائيليون، نحن رأينا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحدث باللغة الإنجليزية لكي يوصل للعالم رسالة مضمونها أن إسرائيل هي الضحية، ورأينا فريق الدفاع يفعل نفس الشيء. رأينا درجة من الارتباك الشديد في تصريحات المسؤولين الإسرائيليين والإعلام الإسرائيلي كله بالأمس، أنها المرة الأولى التي توضع إسرائيل كمتهمة أمام القضاء الدولي وليس أمام قضاء محلي ولا قضاء عربي ولا قضاء يعني في جهة إقليمية. هذه المسألة والإحساس الشديد لدى صانع القرار الإسرائيلي بأن هذه القضية، ونحن لا نعلم بالقطع ماذا ستفعل المحكمة، لكن كل الترجيحات تشير إلى أن هناك إدانة ما ستصدر من محكمة العدل الدولية، على الأقل في الإجراءات الوقتية التي تتخذ فور نظر الدعوة، ثم بعد ذلك في الدعوة نفسها بعد فترة طويلة. وهذا الإحساس يجعل إسرائيل، وهنا تفضل المفارقة، إسرائيل تدرك، وبالرغم أنها هي ومسؤولوها ووزير الطاقة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع وكل المسؤولين الكبار فيها قد شددوا عشرات المرات على ضرورة حصار غزة، على ضرورة منع دخول كل ما هو متعلق بالحياة في غزة وخاصة الوقود، فإن إسرائيل الآن هي التي تقر بأن هذا القطع للمساعدات والقطع والحصار غزة هو أمر سلبي. هذه مفارقة غريبة، لأن هذا الأمر إسرائيل كانت تعتبره جزء من الحرب. صحيح. أيضا أستاذ ضياء، لا ننسى هذه الزيارات المتكررة للعديد من المسؤولين الأمميين وحتى المسؤولين الدوليين. أنطونيو غوتيريش كان هناك عند المعبر، وحضرتك ذهبت هناك أكثر من مرة مع عدد كبير من وسائل الإعلام العربية والعالمية لإثبات هذا الواقع. ما الذي تريد إسرائيل أن تنفيه عن نفسها الآن بتوجيه تهمة الإبادة الجماعية لها في المحكمة، والآن ربما تحاول أن تنفي تهمة منع إدخال المساعدات لغزة؟ هي هذه المفارقة التي كنت أشير إليها. إسرائيل كانت تعلن وتدعو كل مسؤوليها إلى حصار غزة وإلى منع المساعدات عنها باعتبارها أمرا مشروعا فيما تسميه وتزعمه أنه الدفاع عن النفس. عندما وجهت إسرائيل أن هذه جريمة حرب اليوم، فهي تحاول أن تجعل المتهم شخص آخر، وكأنها تؤكد أن هذه تهمة من الأصل. منع دخول المساعدات هو جريمة حرب، إسرائيل كانت تفاخر بها قبل أن تذهب إلى محكمة العدل الدولية. أما وقد ذهبت إلى المحكمة فهي الآن تبحث عن شخص تتهم أو دولة. فيما يتعلق بمضمون الاتهام، ربما كثيرون لا يعرفون أن هناك 6 معابر أخرى غير معبر رفح ومعبر صلاح الدين اللذان يطلان على مصر. هذه المعابر كلها من الجانب الإسرائيلي، من الشمال حيث يوجد معبر إريز ووضع بعده معبر المنطار، ولدينا 6 معابر. بالمناسبة حتى لا نضيع المعلومات، هذه المعابر كانت هي الشريان الرئيسي للتجارة ما بين قطاع غزة وإسرائيل، وهي التجارة التي في بعض الشهور كانت إسرائيل تربح منها 300 مليون دولار، وبالتالي هناك مكاسب كمان إسرائيلية في هذه المعابر. والسؤال، إذا كانت إسرائيل تزعم أن مصر هي التي تغلق المعبر، وسأعود إلى هذا بالتفصيل، فلماذا لا تفتح إسرائيل معابرها؟ صحيح. وتفتح معابرها ليس لمساعدات إنسانية بل بالعكس لتجارة. الفلسطينيون يدفعون ثمن كل يعني حبة أرز تدخل إليهم من الجانب الإسرائيلي. ندعو إسرائيل الآن تحقيقا لمصالح الصناع والتجار اليهود الإسرائيليين أن تفتح المعابر الأخرى التي لا علاقة لها بمصر على الإطلاق. فيما يتعلق بمعبر رفح وما زعمته إسرائيل، قطعا لن أعيد ما هو معروف بالكافة من أن هذا المعبر من جانبه المصري وخاضع للسياسة المصرية بلا شك، وهو مفتوح طوال الوقت. أما على الجانب الفلسطيني فوفقا
بفتوى محكمة العدل الدولية التي تحاكم إسرائيل أمامها الآن، فإن غزة أرض محتلة، والأرض المحتلة يوجد عليها وفي سمائها وفي بحرها وفي جوها وفي أرضها جيش إسرائيلي، وبالتالي التحكم في دخول أي شيء من معبر رفح المصري هو أمر في يد سلطات الاحتلال. وأؤكد على هذا بالتالي، لن أؤكد بمقولات المصرية، أنا أؤكد بما أعلن عنه وطلبه في بداية ديسمبر الماضي الرئيس الأمريكي جو بايدن. صحيح، وهذا التنسيق الأمريكي الإسرائيلي أستاذ ضياء، أيضا لا ننسى هذه الزيارات المكوكية لبلينكن لبحث زيادة إدخال المساعدات والتنسيق مع الجانب الإسرائيلي، لأن المعبر وبحسب التصريحات الأمريكية كان مفتوحا من الجانب المصري. بشكل أكثر تحديدا أن الرئيس الأمريكي في 8 ديسمبر طلب من إسرائيل فتح معبر كرم أبو سالم من أجل مرور المساعدات التي تأتي إلى مصر حيث تفتش هناك. وفي 13 ديسمبر جاك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشر العالم بأن إسرائيل قد وافقت على أن تقوم بتفتيش المساعدات الداخلة من الجانب المصري في معبر كرم أبو سالم ومعبر العوجة، بحيث أنه هذا الأمر لا يستغرق وقت طويل. نحن إذن لا نتحدث عن إرادة مصرية منفردة، مصر ليست لها سيادة على الجانب الفلسطيني، ونحن هنا أريد أن نأخذ رأي وبشكل واضح الجهات الدولية التي تتكلم على هذه المعونات. لدينا الأونروا، لدينا الهلال الأحمر الفلسطيني، لدينا منظمة الصحة العالمية، كل هذه الجهات تتسلم هذه المساعدات من الجانب الإسرائيلي بعد تفتيشها هناك. وأنا هنا بمناسبة هذا المعبر وبمناسبة يعني ما أتولاه من المسؤولية كرئيس لعمل التعليمات مسؤول عن الصحافة الأجنبية، جاءنا طلبات كثيرة وعديدة من الصحفيين الأجانب بالدخول إلى غزة من معبر رفح، ونحن أعلننا على المعبر وأعلننا لكل الزملاء الأجانب بأننا غير مسؤولين عن سلامتهم هناك، لأننا لدينا حتى الآن أكثر من 110 صحفي قد قتلوا. أنا أطلب من الجانب الإسرائيلي علانية أنه إذا كان الأمر يتعلق بالدخول من الجانب المصري فنحن سنسمح لكل الصحفيين بالدخول، ولكن على إسرائيل أن تعلن أنها مسؤولة عن سلامة كل صحفي يدخل، وسنمدها عبر الوسائل الدبلوماسية بأسماء الداخلين، فعليها أن تعلن أن فلان أو علان من الوسيلة الفلانية هو تحت مسؤولية الأمن الجيش الإسرائيلي وأنه لن يمثل. هذه الأمور كلها يبدو واضحا تماما، إسرائيل الآن تواجه مأزقا لم تواجهه من قبل على الإطلاق. لم تعهد إسرائيل أن تحاكم أصلا من حيث المبدأ، بل أن تحاكم على جريمة إبادة جماعية، وهي التي تزعم أنها لم يبد في العالم أحد إلا اليهود في الحرب العالمية الثانية. هذا انقلاب في كل المعايير بالنسبة لدولة الاحتلال، وبالتالي فهي الآن تفعل كل ما تتصور أنه ينجيها من هذا الاتهام. هي الآن ترمي بالكرة كما تتصور إلى الجانب المصري، ونحن الجانب المصري نقول لها بشكل واضح، وأيضا فيما يتعلق بالمساعدات فلتدع إسرائيل إذا كانت صادقة فيما تقول فلتدع المساعدات تدخل من منفذ رفح مباشرة إلى قطاع غزة وتدخل إلى الجنوب والشمال. وهنا أيضا سأذكر معلومة سبق لنا أعلناها، بسبب تعطيل إسرائيل لنقل المساعدات بعد تفتيشها في كرم أبو سالم لمعرفة السلطات الإسرائيلية ونقل هذه المساعدات إلى سيارات فلسطينية، مصر في أثناء الهدنة وحتى تحقق وصولا أسرع للمساعدات إلى قطاع غزة جعلت الشاحنات المصرية بسائقيها وعامليها المصريين يذهبون مباشرة من الجانب المصري إلى كرم أبو سالم، ثم يقومون هم بأنفسهم بنقلها إلى بقية أنحاء غزة بدون نقلها إلى سيارات فلسطينية. أنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.